وتنقهروا ومية ألف دودة بتلعب بأفعكم. ليه؟ صحيح على المناسبة بدي نزلكم شربة الدود، أنا بدي نزلكم شربة الدود. يعني التيك توك للبنات، البنات هي بتفتح لايف، البنت قاعدة اوكي حابة انه تتسلى شوي تفتح لايف. روحوا عند الشباب اللي فاتحين لايفات يا حبيبي، روحوا عند الشباب، اشهر مشاهير التيك توك شباب، روحوا عند الشباب. شو لاحقين البنات حتى على هي ضايقة عينكم؟ بعت لكم قتلكم ان شاء الله. طيارة؟ شو يعني طيارة؟ تستاهل طيارة؟ لا طيارة شو هي علي؟ بيجوا العالم بيتفرجوا. طيب انه اوكي بنت فاتحة، بس يعني اذا كانت حلوة بتحكوا بشرفها، اذا مو حلوة بتتنمروا عليها. شايفة بنات؟ اذا ما عجبتكم بتتنمروا عليها، وطبعا بتتمنوها، لانه اسوأ بنت بالعالم هي مرغوبة، هي معروفة، هي بيولوجيا، هذا علم نفس تطوري نعرفه. اوكي فما تجوا تحكوا هيك، يعني ما بتغبروا على كندرتي والله. يعني قال بتطلع على تيك توك، شو عم تطلع تعمل بالتيك توك؟ يعني حسب شو عم تعمل. ما كمان كان في فيسبوك، ويطالع على الفيسبوك، انستغرام، ما بعرف شو، في انواع. انت كيف تستخدم السوشيال ميديا هذا الشيء بيعبر عنك. اذا انت شايف التيك توك مكان فاضي ومكان تافه، معناتها انت تافه وحقير وفاضي ومنحط. انت ما رح تعرف، انت ما رح تشوف الشيء غير بمرآة نفسك. تمام؟ فبس هيك. انا عايشة لحالي، ماني مرتبطة، وحدي، انا عايش لوحدي. يعني حيرتونا، عن جد حيرتونا، انه اذا البنت مو حلوة بتستلموها، والله بتستلموها، واذا البنت حلوة، اذا مو حلوة ومحتشمة ما بتدعموها وبتستلموها تنمر، واذا حلوة بتتنمروا عليها، ما بتخلوا عليها ستر مغطى. من وين لوين؟ يعني كيف، شلون بتجيكم هاي الجرأة تحكوا بقذف المحصنات؟ يعني هذا الشيء بالشرع حرام، هذا حرام شرعا، هذا سبع مبيقات. اقروا عن السبع المبيقات يلي انتو بتعرفوا الدين. يعني انتو ما بتعرفوا بالدين غير الحشمة؟ كل واحد فيكم بحجب نسوانه وبيطلعوا بيعملوا وبيبيعهم بأجرهم؟ كتير في هيك عالم، ها، بيأجر نسوانه بيكون ديوس وسخ، بعدين بيقول لك محجبة، الناس مو عارفانة. انا ما عندي شي خبيه، لانكم كلكم وارائكم انتو اللي عم تنتقدوا على كندرتي. عرفتوا شو انتو؟ على كندرتي. تمام؟ انا بخلي مرتي تطلع بالطريق غير بالنقاب وبغار عليها. انت غيور يا عيني، بس الله وكيلك شفناهن شفناهن المحصنات يا حمار، يلي هي ما شفت عليها 4 شهود بالشرع. بدك تشوفها مرأة عم تزني مع 4 عالم شافوها مع واحد، 4، يعني عم تزني بالشارع او عم تزني بمكان عام. شوف قديش الشرع صعب عليك تحكي بعرض البنات، بس انت مثل الكلب، مثل ابن العاهرة، يا ابن العاهرة بتعرف تحكي بشرف بنات العالم، لانك كلب ابن كلب. عرفت شو؟ لانه امك الطاهرة يا ابن ال60 عاهرة، انت يا كلب. ايه الشرع صعب القصة، انتو منين جايبين شرعكم؟ مو بتتحججوا بالدين؟ انتو شو بتعرفوا؟ انتو لا بتعرفوا دين، لا بتعرفوا عرف، لا بتعرفوا اخلاق، ولا بتعرفوا ثقافة، ولا بتعرفوا علم، كلكم جهلة. كل هدول اللي عم يكتبولي والله ما معهم سادس حبيبي، بس توصل لمستواي ابقى احكي. قاهرتكم مقهورين، حابين تكونوا مرة؟ روح اتحول، عن جد روح اتحولوا. اللي حابب يروح يا حمدي، روح اتحول، لانه شكلك بدك عملية بتايلاند تصير مرة. كل واحد بيحكي بشرف بنت مقهور، مقهور لسببين لا ثالث لهما. مو محصل كلبة؟ مو محصل كلبة؟ كلبة مو محصل؟ او متمني يكون مرة في، لا يا الله امتى بدك هيك في، لا عندي هيك أنوثة
العالم شفتهم هيك كانوا جايات بالسر، ديوسين بالسر، بيغاروا من المرأة، بيكرهوا المرأة لأنهم ديوسين وكلاب، فبتخرسوا وبتقصوا لسانكم. لا طالعة عم أقص لكم ولا طالعة عم بعمل شي، قاعدة ببيتي بأدبي، إذا على وشي شوية ضوء ومبين شوي من جسمي، مو يعني إنه والله تاخدوا وش ماشي، بتاكلوا هوا، بتخرسوا لسانكم بقصوا. أي ابن كلب ابن عاهرة بيحكي بدي امسح بكرامة أمه الأراضي. ايه يصير اختنا، لانه الرجال ما بيحكي هيك، الرجال ما بيحكي هيك، يعني اللي عنده رجوله اللي عنده ذكوره ما بيحكي هيك، ما بيغار من مره الرجال، ما بيغار من مره طالعه على تيك توك. تيك توك للبنات، تيك توك للبنات، انتو شنبات انقلعوا اشتغلوا، تيك توك للبنات. ميرسي يا ماريو كلك ذوق. بجيب سيره الام وسيره الاب، اي حدا بيجيب سيرتي بدي يجيب سيره عيلته كلها، سلالتك جدك الأول بجيب سيرته، فهمان ولا؟ ما تجيبي سيرة الأم، الأم اللي ما عرفت تربيك بتنجاب سيرتها.